وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى وقف استيفاء أي رسوم على التحويلات المحلية الإلكترونية، وأكد بنك الكويت المركزي على أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية. أعزائي المشاهدين، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الأعمال المصرفية بالوكالة الأستاذة ريم محمد الرفاعي. أستاذة ريم، بعد التحية، ما هو دور البنك المركزي في توجيه عملاء البنوك لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية؟ مساء الخير أخي الكريم. بداية أحب أثني على اتصالكم وعلى اهتمامكم في هذا الموضوع. يقوم بنك الكويت المركزي بتوجيه عملاء البنوك نحو استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال حملات إعلامية مكثفة بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك ضمن مساعي بنك الكويت المركزي الحثيثة نحو دفع عجلة التحول الرقمي للخدمات المصرفية، بما يحقق الفائدة على العملاء نحو تنفيذ العمليات المصرفية بأعلى معايير الأمان والكفاءة والسرعة وبتكلفة منخفضة. ولدعم هذا التوجيه قام بنك الكويت المركزي كذلك بجهوده نحو توجيه البنوك المحلية لإتاحة خيارات متعددة ومتنوعة للخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات وتوقعات العملاء، وذلك لخلق بيئة تنافسية بين المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية التي تصب بالنهاية في خدمة العملاء سواء أفراد ومؤسسات وشركات. نعم، ما هو دور البنك الكويت المركزي في تطوير نظم المدفوعات على مدى السنوات الماضية؟ طبعا حرص بنك الكويت المركزي وعلى مدى سنوات بتوفير وتطوير نظم مدفوعات تعمل ضمن بيئة آمنة ومستقرة ومحكومة وفق أطر تنظيمية ورقابية، وذلك لتسهيل العمليات والخدمات المصرفية التي تقوم البنوك بتوفيرها للعملائها بما يضمن الكفاءة والسرعة وخفض الكلفة، بدءا من تطوير البنى التحتية وتطوير الأنظمة التشغيلية الخاصة بها لمواكبة التطور التكنولوجي وتوفير أنظمة ذات كفاءة عالية وتعمل بمعايير أمنية وفنية عالمية. كذلك قام بنك الكويت المركزي بدفع البنوك لتحديث وتطوير أنظمتها الداخلية وأيضا تطبيق المتطلبات المتعلقة بالأمان وقيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية وتسخير الإمكانيات وتذليل الصعوبات لتحقيق ذلك. فعلى الصعيد المحلي كذلك تبنى بنك الكويت المركزي تطوير أنظمة مدفوعات محلية مثل النظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين البنوك التجارية بهدف تطوير الخدمات التي يقدمها بنك الكويت المركزي للبنوك. وعلى المستوى الإقليمي بدأ بنك الكويت المركزي كذلك بتطبيق نظام المدفوعات الخليجية آفاق بهدف توفير خدمات التحويل المالي بين دول مجلس التعاون بشكل آمن وآني وبكفاءة عالية لتقليل كلفة عمليات الدفع فيما بين دول المجلس. ويعمل بنك الكويت المركزي كذلك الذي انضم مؤخرا حق هذا النظام على استكمال انضمام بقية البنوك الكويتية وفق خطة زمنية معتمدة. ومن جانب آخر تضمنت جهود بنك الكويت المركزي كذلك تنظيم عملية الرسوم التي تحصلها البنوك مقابل خدماتها ومنتجاتها المصرفية الإلكترونية، وذلك من خلال الطلب البنوك بضرورة استيفاء موافقة مسبقة لبنك الكويت المركزي على الرسوم والعملات من خلال تقديم طلب رسمي يتم من خلاله دراسة الخدمة والجدوى من الرسوم ومدى ملائمة التكلفة الفعلية ومقارنتها بالخدمات التي يتم تقديمها لدى مصارف أخرى محليا وعالميا، بالإضافة إلى دراسة المبررات لتلك الرسوم وما إذا كان هناك أطراف أخرى مشاركة أو مساهمة في الأمور التشغيلية للخدمة. وهنا يكون دور البنك المركزي في تقييم وعمل دراسة مستفيضة للخدمة والرسوم، ويكون الحق الكامل لبنك الكويت المركزي سواء برفض الرسوم أو تخفيضها أو الموافقة عليها بناء على نتائج التقييم.
واستكمالا لتلك الجهود قام بنك الكويت المركزي أيضا وإيمانا منه بأهمية التحول الرقمي وتماشيا مع توجيهات الدولة في هذا المجال بإصدار الأطر التنظيمية والرقابية التي من شأنها دعم البنوك للتحول الرقمي. فعلى سبيل المثال أصدر بنك الكويت المركزي وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية والتي تهدف إلى توسيع قاعدة مقدمي الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتيح للعملاء خيارات أوسع وتلبي متطلباتها من حيث السرعة والتكلفة أو السهولة أو جميع ما سبق. كذلك قام بنك الكويت المركزي بإصدار الإطار العام للأمن السبراني الذي بدوره يحدد الضوابط الأمنية للتعاملات المالية من خلال الأنظمة التقنية. كذلك قام بنك الكويت المركزي مؤخرا بإصدار مسودة تنظيم أعمال مزاولي نظم الدفع والتسوية الإلكترونية للأموال. نعم. ومن جانب آخر قام بنك الكويت المركزي كذلك بإصدار دليل متطلبات إنشاء البنوك الرقمية في فبراير 2022 بهدف دفع البنوك المحلية نحو التحول الرقمي. نعم نعم نعم. ختاما جاءت نتائج هذه الجهود إيجابا على تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها سواء من خلال الفروع أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات البنكية أو من خلال مزاولي أنشطة نظم الدفع والتسوية الإلكترونية وبرسوم متوازنة تتناسب مع الخدمة المقدمة والتكلفة الفعلية لها. وساهمت هذه الجهود كذلك بخلق بيئة تنافسية بين البنوك للتميز بخدماتها المصرفية الإلكترونية والحفاظ على عملائها بجميع شرائحها. نعم. مدير إدارة الأعمال المصرفية بالوكالة الأستاذة ريم محمد الرفاعي، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح.